على ريد كاربت جديده في ختام مهرجان القاهره السينمائي. عايز اقول لك فستانك اجمل ودايما بتطلي علينا كل مره بلوك جديد وشكل جديد. ده فستان سعودي تصميم المصممه السعوديه حوريه، وانا فرحانه جدا اني اشجع واحيي الفن المصري والسعودي والعربي لما يكونوا على ريد كاربت العالمي. وشعر مصري حسن جاد، دايما تكون اطلالتك مميزه. نتكلم عن مهرجان الختام النهارده وختام مهرجان القاهره السينمائي الدولي في الدوره 37، رايك فيه؟ ايوه حزينه. انا اتفرجت على الفيلم الجزائري الام الشجاعه، واتفرجت على الفيلم المصري الليله الكبيره، وفيلم في افاق، فيلم ياباني وفيلم فرنساوي. ما شفتش الافلام اللي خدت جوائز، جايز تكون فعلا هي تستحق جوائز، لكن دايما لجنه التحكيم مزاجها هو الذي يطغى. الحقيقه الليله الكبيره كان يستحق جايزه انتاج للسبكي. جوائز كتيره لاحمد عبد الله احسن كاتب، رائع، كان كاتب ورق حلو. حبيبي سامح عبد العزيز، مدام صفية العمري في أحلى أداء شفته في حياتي. فيلم دايما بيبقى توليفة جميلة زي كباري وزي الليلة الكبيرة. السنة دي عامل فيلم حلو. لا كانوا كلهم عليه. أحمد رزق خرافة. الفيلم الجزائري الأم الشجاعة حتة سيناريو، فللأسف الأفلام العربية ما كانش ليها نصيب. خلينا عارفة إن أنت رأيك صريح دايما. شايفة في نجوم كتير حضروا المهرجان السنة دي؟ كلهم تقريبا الصف القديم المخضرم لا كلنا موجودين. بعدين ما تنسيش انه الافتتاح بيبقى فيه اكتر من الختام، الختام بيجي وبس اللي واخدين جوائز. مادلين النهارده عاوزين نعرف خبر اكسكلوسيف كده، مادلين من جوه الكواليس. بقرا مسلسل جديد بس خايفه جدا ومتانيه. بعد اماهير يعني وسبع جوائز الحمد لله، فلازم ابقى ادقق يعني، مش اي لازم عشان مش عشان اخد جوائز على طول، بس يعني بتبقي تحترمي الناس اللي اديتك جايزه في 2015، فده مخوفني جدا يعني. ربنا يسهل.